حان عن الرحب شو على اثارات هاي مصلى من عهد الرومان هالمنطق هي كلهم بحوشين هوني عن وقدوا على اثارات والدليل اذا تبعنا ما ينبع لي راضي انا لا لي بلش دليل احسن لك دليل ونص المعاصر اول مره بشوفهم بقول المعاصر حسبت ان ال شو اسمه كنت افكر هاي انه المعاصر لك هاي لك هاي محفوره هاي الصخره هاي مش طبيعيه ايه مش هيك ايه الصخر هون كيف في مملكه يا حسين كيف في مملكه ها ايه لك هون بحشين لك مسكرين بالحجر هي ايه بحشين مسكرين شي 3 امتار 4 امتار نزول يلا طيب ايه عم فتشوا على ايه على اثارات وذهب واشياء ايه سبحان الله ايه فوق في راس الصخرة من فوق في راس غزيل هاون ايه لفوق في راس ايه هاي النحية كان في راس غزيل النحية هاي نحية هاي ايه ايه وكسروا بالزمان لحتى ما حلو يجي لهاون اه ايه هلا حاطين زميل بالحيط تاك ودقينه وين عندك بالهاب بالصخر ايه قديمه اه هي هاون ايه شو عم يعملوا في هنا ايه عليهم حاطينه اه حاطينه عليه بحوا شو هاون آه بحوشين فيها مكسرين الصخرة. إيه. عم نشوف شو في أثرات. إيه. ما شاء الله. أنتم هذي في سلطان يعقوب. ها؟ ملقيين هم بالزمان قبر ما بعرف أي جيل. شو مضي العين وانيش عارف. ملقيين قبر؟ إيه هون هذا كين قبر هذا. هون. إيه هون. ملقيين قبر سمين. أو درجة تبعه. آه بدرج. إيه. شايف هيك كاين قبر شو كاين في ذهب شو كاين في حدا ميت قبرينه في ابن شي سلطان ابن شي وزير ابن شي شي ملك شي ملك وهان وبحو شيء بحو شيء بحو كثير ايه بحو كثير هلا هسه بنحكي تحت الهواء نحكي تحت الهواء يا خلص التصوير الله ايه يلا هي الغنم هي الغنم لمين هي؟ هي الغنم لابن خالد ابن هي لأحمد دحروج ابن خالي هلا نصور كل الغنم يا تيار